العلمية كانوا طبعا يمكن يتجاوزوا 150 أو إلى 200 طالب. بالنسبة للتحضيرية كانوا في حدود 80 طالب. عندما كنا في الثانوية بعدين جاءوا حتى التحقوا من أهل صنعاء الذي كانوا يدرسوا ويروحوا ويعودوا بيتهم، بلغ فيها تقريبا حوالي أذكر أكثر من 100 طالب. نعم. أيوة في مراحلها الثلاثة. في هذه الفترة يعني كان فيه نهضة شبابية ثقافية، نعم. وتكوين رؤية أو القناعة والإيمان بنظام جمهوري تقريبا تكون بشكل كبير بعد ثورة 55. نعم. في هذه الحالة، في هذه المرحلة، يعني تغير وضع الشباب تماماً.